إلينا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. مساء الخير سيد رامي عبد الرحمن، هل من تفاصيل أخرى فيما يتعلق بهذه الشقة السكنية في حي المزة التي تم استهدافها ويقول الجيش الإسرائيلي أو إذاعته بأنها مقر لحركة الجهاد؟ نعم، مساء الخير. ومن القاهرة حقيقة الأمر، الشقة هي لحركة الجهاد. ما قالوا سابقا أنه قتلوا رئيس حركة الجهاد ولم يقتل حقيقة الأمر، لكن الشقة هي بشكل مؤكد يوجد فيها 4 قتلى، هي تعود لحركة الجهاد الذي بدأ النظام السوري بتحجيمها بشكل كبير جدا داخل الأراضي السورية. لا يعلم، ولكن هناك 4 قتلى في هذا الاستهداف الإسرائيلي الجديد لحي المزة الدمشقي، بالتزامن مع استهداف آخر كان لمنطقة قدسية أيضا. استهدفوا أي مبنى متعلق بالفلسطينيين أو كان يتردد عليه أو كان يعني مسؤول عنه فلسطينيين في منطقة قدسية. لذلك أقول بأنه لا يعلم إذا ما كانوا من عناصر حزب الله 4 قتلى أم من الفلسطينيين، لكن بالنهاية يعني هو استهداف شقة في حي المزة، وهو يعني الاستهداف الخامس في خلال الشهر الفائت والشهر الجاري. وهنا يعني دعيني أعلق بشكل عاجل على الأستاذ غسان، الاستهدافات الإسرائيلية للمواقع العسكرية السورية التابعة للجيش العربي السوري بين المزدوجين لا تزيد عن 20% من الاستهدافات الإسرائيلية، كون أن الاستهدافات كانت بمجملها لبطاريات الدفاع الجوي. لكن عندما يستهدفون المزة ويستهدفون حواجز وسيارات تكون لحزب الله أو ما يعرف بالمجموعات الموالة لإيران، سواء كانت حزب الله أو كانت إيرانية. طيب أو يا سيد رامي، هذا ليس تبريرا. تفضلي. هذه الشقة التي تم تبريرا للغارات الإسرائيلية، ولكن هذا الواقع. طيب الشقة التي تم استهدافها، هل هي فعلا المقر الرئيسي لحركة الجهاد كما تقول إذاعة الجيش الإسرائيلي، أم أنها مقر يتواجد فيه بعض عناصر الجهاد أو حزب الله؟ عندما قتلوا الشهر الفائت 10 شهداء مدنيين سوريين في الطابق أو لما كان في 14 طابق في المزة، كان هناك قتيلين فقط من حزب الله، يعني 10 مدنيين وقتيلين من حزب الله. لذلك لا نستطيع القول بأنها هي مقر. إذا ما كانت مقر وجرى استهدافها، فكيف يتواجد مقر لهذه المجموعة، حركة الإسلامية أو الحركة عفوا سميها ما شئت، حركة الجهاد الإسلامي، داخل مبنى مدني؟ هو هنا نعيد، ليس دفاعا عن إسرائيل، ولكن يجب على السلطات السورية. لا يقول لي الأستاذ غسان الآن محور المقاومة وسوريا تقف إلى جانب المقاومة، الآن الوضع صعب جدا. إذا ما استمرينا في هذا الأمر سوف تمتد الحرب إلى التراب السوري بشكل كبير جدا، وسوف نجد الأستاذ غسان لا يستطيع الظهور على شاشة التلفزيون من دمشق، كون أن الغارات ستطال دمشق بشكل كبير. طيب اسمح لي أذهب إلى السيد غسان. سيد غسان، أثار السيد رامي عبد الرحمن نقطة نثيرها دائما في تساؤلاتنا، إن كان في استهداف مباني وشقق سكنية في الضاحية مثلا تودي بحياة قتلى مدنيين، نفس الأمر يتعلق بهذه الشقة السكنية، هناك 4 قتلى من غير المعروف لغاية اللحظة هوياتهم، هل هم ينتمون لحركة الجهاد أو غيره من حركات أخرى تساند المقاومة كما تقول. لماذا يتواجد أو تتواجد مقرات فصائل مقاتلة داخل شقق ومباني سكنية؟ يعني بداية فضيلة، لا يمكن أن نأخذ كل ما يزوره الجيش الإسرائيلي يعني وهو جيش عدو ويضرب يعني أهداف ضمن الأراضي السورية بأنه يعني هو صحيح ومثبت وحقيقة. يعني وأنا دعيني أوجه الكلمة باعتبار أن السيد رامي ينصحني ويخاف أن لا أظهر على الشاشات، يعني أنت لست في سوريا، أنت في القاهرة أو في كوفنتري، يعني دع هذا البلد يتموضع في مكانه وفي وقفته وفي عزته، وأن يكون إلى جانب أخوته في فلسطين وفي لبنان. وطبعا يعني نحن دفعنا ضريبة ليس من اليوم، يعني نحن أولاد هذا البلد. اسمح لي سيد رامي، سيد رامي أرجو أن تؤجل ردك بعد أن ينتهي السيد يوسف، سأعطيك الفرصة، تفضل سيد يوسف. ولذلك سوريا يعني دفعت ثمن غال يعني منذ قيام الاحتلال الإسرائيلي، ويعني هي دفعت من الأرض والعرض والشهداء سواء في لبنان وسواء في فلسطين وسواء في الجولان
وليس اليوم. يعني إذا كفأت سوريا أن إسرائيل لا تقوم بضرب مواقعها العسكرية عندما بدأت يعني إسرائيل بضرباتها الأخيرة في عام 2013، لن تكون يعني لن يكون لا حزب الله ولا إيران ولا غير ذلك، ولذلك نعم يا سيد غسان الزريعة. أنا نعم. أقول لك فضيلة وعبر شاشتكم الكريمة بأن إسرائيل يعني كان لديها 3 جيوش هدف لها. الجيش المصري حيد باتفاقية كامب ديفيد، الجيش العراقي تم حله من قبل الاحتلال الأمريكي، والجيش السوري تم الهجوم عليه منذ 2011 حتى الآن، وكل ما يحكى بسبب حزب الله وإيران وغير واضح يا سيد يوسف. يعني كل هؤلاء الذين نتكلم عنهم هم ضد إسرائيل ويقاتلون. طيب إسرائيل. أعذرني 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 سيد يوسف. سيد رامي، نعم. برأيك استمرار إسرائيل في ضرب مقرات للحرس الثوري الإيراني أو حزب الله أو الجهاد أو غيرها داخل الأراضي السورية، ما الذي تريد إسرائيل من ورائه؟ هل تريد نقل رسالة لسوريا برأيك بعدم استضافة هذه الحركات المسلحة؟ ورسالة صارمة ورسالة واضحة بأنه طالما تواجدت هذه الحركات داخل التراب السوري سوف تستمر إسرائيل باستهدافها في داخل الأراضي السورية، وإسرائيل لديها عملاء كثر على الأرض يعطون أحداثيات لتحركات وتواجد كل هذه المجموعات التي تعمل في إطار محور المقاومة. لذلك أنا عندما نتحدث بهذه الواقعية لأننا نخاف ونخشى على سوريا من أن تتحول إلى ركام، يكفي سوريا من الدمار وسوريا لا تتحمل مزيد من الدمار سواء كان من إسرائيل أو غير إسرائيل. الأستاذ غسان نقول بأن حزب الله متواجد داخل الأراضي السورية منذ العام 2013 باعتراف الجميع. أرجو أن تبقى معنا أستاذ رامي أستاذ يوسف نشر